تعبيراً عن الانتماء لوطن الوئام والاعتزاز بالجيش العربي وتضحياته، ومن أجل تعزيز رسالة الوئام والانتماء للوطن، نظم مركز التعايش الديني احتفالاً بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، وذلك في مقر المركز بجبل الويبدة تحت رعاية اللواء الركن يوسف الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة، وحضر مندوباً عنه العميد حسان عناب. وأيضاً شارك في الاحتفال عدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب وعدد من المسؤولين. وأثناء الحفل تم تكريم مجموعة من الشخصيات الرسمية والإعلامية لدورهم الوطني المميز، وتبع ذلك حفل استقبال في الباحة الخارجية للمركز. في هذه الأرض المباركة نأتي اليوم لنعبر من جديد عن حبنا لهذا الوطن، ونقول بأن في الأردن مؤسستين العرش والجيش. نأتي إلى هنا لنعبر عن التفافنا حول العرش مع الجيش من أجل كرامة الإنسان، من أجل حرية هذا الوطن، من أجل إنسانه. نحن سعداء أننا في أفياء أم الكنائس قمنا بواجب، هذا الواجب نحو الوطن، عبرنا عنه في دعاء، في صلاة حضرها ممثل مندوبا عن القيادة العامة وحشد من ضباط الجيش العربي القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد كبير من الملحقين العسكريين العرب والأجانب الذين جاءوا مع أبناء كنيستنا، مع شبابنا، ليؤكدوا على أننا نحن كأبناء لهذا الوطن نحمل شهادة حية. هذه الشهادة الحية هي الحب لله وحب هذا الإنسان. احتفالنا العظيم هذا بمناسبة جلوس سيدي صاحب الجلالة على عرشه العتيد. نحتفل اليوم ومملكتنا شعبا وجيشا وأمنا ومؤسسات تحتفل بهذا العيد، ومعه العيد بجيشنا العربي الذي شهد ما شهد من أجل الوطن وحماية الوطن، وشهداؤه سطروا بطولات عبر عمر هذه المملكة التي دخلت في قرنها الثاني. وكذا نحتفل بثورتنا العربية الكبرى ونهضتنا العربية الكبرى. إذن نحن نعيش ساعات وأيام سعيدة نجدد فيها عهدنا وبيعتنا لصاحب الجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، حفظه الله ورعاه وحفظ جيشنا وأمننا وحفظ هذا التعايش الذي يشكل نموذجا إنسانيا عالميا نعيشه في مملكتنا عيشا رغدا سعيدا. نسأل الله كل عام أن نجدد هذه الاحتفالات ونحن في وئام ومحبة وأمن وسلام.